عايزين نعرف احنا محسوبين على الدولة ديت وفي مسؤولين مسؤولة عننا؟ فين إدارة الأزمات في الدولة؟ فين لما الدنيا تشتي يومين، لما الدنيا تشتي يومين محافظة تغرق وبلد أكتر من 5000 بيت يمشوا الناس تمشي بهايمها ومالها وتغرق، واحنا ما فيش مسؤول يسأل، ما فيش حد يعرف عننا حاجة؟ ليه احنا مش موجودين على البلد دي؟ احنا مش محسوبين، احنا مش محسوبين على البلد دي، احنا ناس مواطنين مصريين انتخبوا انتخبنا، لما بننزلش انتخابات يقولوا ما بتنزلش ليه؟ طيب ما احنا بنزلنا وعملنا كل حاجه، لا في مسؤول دور علينا ولا في حد يكلمنا حاجه، والناس غرقت وخرجت من بيوتها وكل حاجه باظت، حالات الاقتصاديه هنوكل البهايم منين بعد كده؟ بهايم مواشي هتموت من دينا، ماتت اللي ما ماتتش، مواعن المعيشه، مواعن المعيشه في البيت هلكت، من رز، من دقيق، من غله، من زراعه، كل الحاجات دي هلكت. يعني المسؤول هيعمل لي ايه؟ المسؤول قاعد في مكتبه ولا اسالوه؟ قولوا احنا المشكله في الحل، المشكله بقى لها اسبوع في الحل، مشكله بقى لها اسبوع في الحل، عايز حد يسال يقول لي مشكله بقى لها اسبوع في الحل، عمل ايه المسؤول؟ المسؤول قاعد في مكتبه ما فكرش فيا. نروح للمحافظه يقول المشكله انحلت، نروح هنا يقول المشكله انحلت، نيجي نلاقي الميه بتزيد في زياده، بقى ارتفاع الميه مترين. انا عايز مسؤولين يبقى عندها وعي بالناس ويفكروا في الناس، مشكله الناس مش كل مشكله الكرسي، مش كل مشكله الكرسي يقعد في الكرسي.